ولتسليط الضوء على أزمة الكهرباء المستمرة في العراق، معنا من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي خضير كاظم حمود. مرحبا بك معنا سيد خضير. أهلا وسهلا. أهلا أهلا مرحبا. فيكم. أكثر من 17 عاما والعراق يعاني من أزمة الكهرباء، لماذا استمرت هذه المعاناة ومن المتسبب الرئيس بها طيلة هذه المدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لعل سؤالك ينبئ كأنك لم تعلم بأن العراق منذ 17,000 سنة لم يحقق قدرا معينا واضحا في الخدمات التي تقدم إلى جماهير الشعب، فضلا عن أن الكهرباء هي إحدى هذه الخدمات التي بني بها الشعب، بحيث أصبح حلما يراود العراقيون أن يحصلوا على قدر ملحوظ من الكهرباء نتيجة الفساد الذي استشرى في كل أوصال المجتمع العراقي برمته، وخصوصا حينما أقول الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ 2003 ولحد اليوم، وبكل جوانبها المختلفة، لا سلطة تنفيذية ولا سلطة تشريعية ولا قضائية استطاعت أن تتلمس حاجة الشعب العراقي من الخدمات المختلفة. لذلك مع تصاعد موجة الحر العارمة التي اجتاحت البلد خلال هذه الفترة، فبدأ صبرهم ينفذ، وبذلك اتجهوا إلى هذه التظاهرات وهذه المسيرات التي بدأت. يعني كأنك تريد أن تقول دكتور أن هناك تعمد حكومي باستمرار هذه الأزمة، هكذا نفهم من حديثك؟ هو هذا الواقع، لأنه في خلال هذه 17 سنة لم يطرأ أي تغيير إيجابي في مستوى الخدمات، لا الصحية ولا التعليمية ولا الاجتماعية ولا الخدمات العامة ولا أي مستوى معين من مستويات الخدمات التي ينبغي على الحكومة أن تقدمها إلى هذا الشعب. نعم. فكأنما الأمر يوحي بأن الحكومات متقصدة. نعم. تمعن في عدم توفير تلك الخدمات لهذا الشعب الجريح الذي يعيش في مختلف جوانبه ألما وسقما. نعم. وتهميشا. طيب دكتور، العراق الذي يستورد الكهرباء من إيران يعني يدفع الكثيرين للتساؤل، هل هناك أطراف معنية تريد إبقاء العراق بحاجة للطاقة المستوردة؟ بالتأكيد، لأن كل الأطراف الحاكمة بالعراق منذ أن بدأ الاحتلال ولحد الآن أصبح العراق لقمة سائغة بيد إيران، وإيران كما هو معلوم دولة بطبيعتها لا تحب العراق، لأنه قضى معها أكثر من 8 سنوات قتال، وهذا القتال الذي استمر ل8 سنوات لا يمكن له أن يضع أي قدر من الحب للحكومة الإيرانية تجاه الشعب العراقي، فهم يريدون أن يجعلوه دائما في حاجة ملحة ويضطهدوا أبناء شعبه. نعم. طيب ماذا عن المليارات التي صرفت لحل هذه الأزمة لكنها لم تحل؟ المليارات حسب ما أعتقد أن 145 مليار دولار تم تخصيصها من الموازنات العراقية للكهرباء فقط، لكن هذه الأموال ذهبت إلى جيوب الفاسدين كما هو مألوف لديهم. كلما
أعطيتهم أموالا قالوا هاتي. طب يعني لا يوجد حل في المقابل لهذه الأزمة؟ يعني الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين بدون حلول يعني؟ بالتأكيد بدون حلول، وستبقى بدون حلول إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو الخلاص من هذه الحكومات الفاسدة وهذه التكتلات السياسية والمحافظة الطائفية وسبل تمزيق وحدة العراق وتماسك شعبه. حينما تذهب هذه الحكومات يبدأ الشعب بالنهوض مرة أخرى، وستراه في غضون أقل من 6 أشهر سترى العراق معافى ومحققا لأهداف شعبه، لكن نعم. تحت ظل حكومة وطنية غير مرتبطة بأجندة إيرانية أو أجندات إسرائيلية أو أمريكية أو تركية وإلى آخره من هذه الأجندات التي بدأ العملاء. وهل هي الحكومة التي تتكلم عنها هي حكومة الكاظمي دكتور؟ أتمنى للكاظمي أن يسير بخطى مخلصة لتحقيق أهداف الشعب، أتمنى عليه ذلك، لأنه سيحقق له مجدا كبيرا إن خلص نفسه من هذه الأطراف العميلة للأجندات الخارجية، ولكنه إن لم يحقق ذلك فإنه بالتأكيد ستكون نهايته كنهاية الآخرين. نعم، أشكرك من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمود، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.